معنا على الهاتف الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد أيوب، رئيس تحرير مجلة المصور. بعد التحية لك أستاذ أحمد، يعني كيف ترى حرص الدولة أولا على تكريم الشهداء والاحتفال بيوم الشهيد؟ يعني أولا كل التحية لحضرتك والمشاهدين الكرام، ثانيا تحية والتعظيم والتقدير لكل شهداء مصر اللي ضحوا بأرواحهم وضحوا بأجزاء من أجسادهم في سبيل الدفاع عن هذا الوطن حتى نحيا في أمان واستقرار. بالتأكيد لما تبقى الدولة حريصة على يوم الشهيد تحافظ عليه، وقيادة الدولة من أول القائد الأعلى ورئيس الجمهورية حتى كل رجال القوات المسلحة وكل النخبة وكل المصريين بيحتفلوا وبقيادة الرئيس في هذا اليوم، ده رسالة إن هذا الشهيد حقه في رقبتنا كلنا، وإنه ما قدمه لهذا الوطن يستحق أن نقدره وأن نكرمه بشكل مكتمل. والدولة المصرية بتدي نموذج، أولا أنها لا تنسى أبدا أبنائها، لا تنسى من ضحوا في سبيلها، لا تنسى أن تكرم هؤلاء لأنهم بالفعل هم السبب الحقيقي في أن ربنا أكرمنا وربنا جعلهم سبب في أن احنا نعيش في أمن واستقرار. يمكن زي ما قال سيادة الرئيس النهاردة في كلمته بمناسبة يوم الشهيد، أنه هؤلاء بالفعل في دول حوالينا قربت ودول دمرت ودول راحت خالص، لكن الحمد لله ومصر كان مستهدف انها تبقى يبقى مصيرها زي هذه الدول، وهناك من استباح دم المصريين واستباح مستقبلهم وكان يريد ان ينشر الفوضى في ربع مصر، لكن الحمد لله مصر بفضل اخلاص اولادها بفضل هذه التضحيات العظيمه قدرنا ان احنا نحافظ على بلدنا، وبالتالي هؤلاء الشهداء الأثر الباقي لهم هو ما نعيش فيه الآن. المكالمة اللي أنا بكلمها مع حضرتك ديت ده جزء من الأثر اللي ربنا جعله أحد آثار الشهداء وتضحياتهم، لأنه لو في دولة لا قدر الله فيها فوضى لكنا هنقدر نتكلم النهارده وإحنا في استقرار ولا في تنمية ولا في بناء، كنا هنبقى كل واحد اللي بيبحث عن وطن آخر يروح له يعيش فيه، اللي بيبحث عن هجرة، اللي بيهرب من الموت زي ما بنشوف في دولهم، لكن الحمد لله هؤلاء تصدوا بصدورهم، تصدوا بأرواحهم، ضحوا بكل ما يملكوا، لم يبخلوا على الوطن بأجسادهم وبأرواحهم، ما حدش فيهم قال يلا نفسي، لا كلهم قالوا يلا وطننا، نخاف على وطننا وندافع عن وطننا ونموت احنا عشان يبقى فيه دولة مستقرة، وده الدين اللي في رقبتنا كلنا، 106 مليون هذا دين في رقبتنا كلنا، ان احنا زي ما هم ضحوا لازم نبقى احنا كمان اولا نكرم اسمائهم ونكرم جهدهم وعطائهم وتضحياتهم بشكل مستمر. 2 نقول لأبنائهم أبائكم وأخواتكم اللي ضحوا سبيلنا هم موجودين معانا ونكرمهم في وجودكم ونكرمكم من أجلهم. رقم 3 نحافظ على هذا البلد اللي من أجله ضحى هؤلاء بأرواحهم. نعم. دي رسالة الدولة المصرية لاحتفال بشهدائهم. طبعا وهي رسالة هامة جاءت في معرض حديث الرئيس يا أستاذ أحمد، ولكن رسائل أخرى بالتأكيد توقفت أمامها أيضا في كلمة الرئيس السيسي اليوم خلال الاحتفال بيوم الشهيد، تفضل. طبعا بالتأكيد احنا النهاردة كنا قدام مشهدين رائعين، المشهد الأول مشهد تكريم الشهداء ومشهد رسالة الشهداء اللي من أول الجنرال الذهبي الفريق عبد المنعم رياض وحتى شهدائنا في حرب الإرهاب وفي حرب تطهير مصر وأرضها من الإرهاب، وأمام مشهد ودي مشهد رسالة لكل مصري أنا قلتها لحضرتك من شوية، لكن المشهد الآخر هو مشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي قائد للدولة اللي احنا اخترناه، لأن احنا وثقنا في وطنيته، وثقنا بأنه القائد الذي يستطيع أن يتحمل مسؤولية في هذا الوقت. هذا الرئيس اليوم لم يتحدث على مدى عام ونصف بالكامل وصبر وتحمل كل ما لا تتحمله الجبال في ظل أزمة اقتصادية ما خلقناهاش احنا، ما عملناهاش احنا، إنما فرض علينا لأسباب تاريخية، منها أسباب أزمات عالمية، منها أسباب حروب، منها أسباب كمان كان جزء منها استهداف مصر، كلنا كنا شايفين حجم الاستهداف لمصر والضغوط التي تمارس على مصر من أجل تنفيذ أجندات وأفكار معينة، لكن مصر رفضتها لأن لن تسمح أبدا بأي شيء يهدد أمن القوم. النهارده والرئيس بيتكلم بعد ما الأزمة الحمد لله بدأت تنفرج، بعد ما بدأنا نخرج منها وبدأنا نقول إن الحمد لله الدنيا بدأت ترجع بشكل كويس. النهاردة اتكلم الرئيس، كلامه كان مهم جدا لأنه اتكلم في رسائل واضحة للشعب المصري، حب يضع الحقائق أمام الشعب المصري، وقال الرئيس ما حبيتش اتكلم أثناء الأزمة
عشان وقت الازمه كل الناس بتعتقد ان ده كلام فيه نوع من التبرير او كده، لكن لما الازمه خلصت انا بتكلم النهارده وبقول لكم الحقائق بكل شكل واضح، بقول لكم ان احنا واجهنا بالفعل امور اقتصاديه صعبه، واجهنا تحديات، لكن اكثر تحدي تحدث عنه الرئيس النهارده هو ما يتعلق بالامن القومي، ان هناك محاوله حقيقيه لتهجير الاشقاء الفلسطينيين الى سيناء، ومطلوب مننا ان احنا نتخلى عن سيناء بحجه حدود عندكم. ولكن جاء تاكيد يعني من الرئيس السيسي على حمايه ارض سيناء يا استاذ احمد. بالتاكيد، وقال كلام واضح مهم ان الارض دي الدم اللي احنا شفناه كلنا ده رؤيه دي هذه الارض، لا ما يقدرش ابدا نتخلى ولا يمكن ابدا نسمح لحد ان يمس هذه الارض، وحدود مصر التاريخيه سوف تظل كما هي ولن يمسها احد مهما كان الزمن. لما رئيس الدوله يتحدث بهذا الوضوح وهذه الصراحه مع شعبه، اذا هناك اراده حقيقيه للدوله المصريه تفرض نفسها على الجميع، ويقول والرساله اللي ما بين السطور انه قد ايه مصر تعرضت لضغوط خلال الفتره الماضيه وضغوط على اعلى مستوى، لكن الحمد لله لان قيادتك وطنيه، لانك عندك جيشك قوي وجيشك قادر يحمي الخطوط الحمراء ليك، الحمد لله قدرت تفرض ارادتك وقدرت تمنع اي حد يمس بامنك القومي. الرساله الثانيه كانت لاشقائنا الفلسطينيين ودي مهمه جدا، ان مصر لا يمكن لا خانت ولا بتخون ولا هتخون القضيه الفلسطينيه، بالعكس مصر هي اكثر دوله واقفه مع الفلسطينيين، الدوله التي لا تدخر جهد من اجل ان يحصل الفلسطينيون على حقهم. في ظل هذه الازمه مصر اكثر من 85 او 82% من المساعدات اللي وصلت للاشقاء الفلسطينيين مصر اكثر من 100 الف طن، وصلت من 140 الف طن هم اجمالي المساعدات اللي دخلت لفلسطين، اذا النسبه الاكبر من مصر. اثنين، ان معبر رفح كما قال الرئيس انه لن يغلق لحظه واحده، واحنا شايفين كم الادعاءات والاكاذيب اللي هدفها الاساسي تشويه الدولة المصرية وإظهار مصر وكأنها ضد الأشقاء الفلسطينيين. لا، معبر مصر مفتوح وسيظل مفتوح، ودعم مصر للأشقاء الفلسطينيين لن يتوقف على الإطلاق. رقم ثلاثة، إن مصر ما بتشتغلش كده لمجرد الشو، مصر مش عايزة شو، مصر بتبحث بجد، بتدافع عن القضية بجد، بتحمي القضية بجد. مصر هدفها إن الأشقاء الفلسطينيين أولا يتوقف الحرب تماما وتوقف إطلاق النار تماما عشان نحافظ على أرواح ودماء قادة الفلسطينيين. اثنين، أن الفلسطينيين يظلوا ثابتين على أرضهم لأن خروجهم منها معناه انتهاء القضية إلى الأبد. رقم ثلاثة، أنه لن يكون هناك حل ولا سلام في المنطقة إلا بوجود دولة وفلسطينية مستقلة. صحيح. دي ثوابت الدولة المصرية. صحيح. اللي أكد عليها الرئيس النهارده. صحيح. أنا بشكرك شكرا جزيلا الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد أيوب، رئيس تحرير مجلة المصور.